السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الفرقة الثالثة، يا رب تكونوا بخير. هنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمقرر قواعد بيانات 2، وفي محاضرة اليوم المحاضرة السابعة هنستكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة فيما يخص لغة الاستعلام الهيكلية SQL. وفي محاضرة اليوم هنتناول 3 أجزاء أساسية جديدة في لغة SQL. أول جزئية هنشوفها هي كيفية عمل جمل شرطية باستخدام أوامر الـ SQL. تاني جزئية هنشوفها هتكون خاصة بالدوال أو أشهر الدوال الجاهزة داخل لغة الـ SQL. وتالت جزئية وآخر جزئية هنشوفها إن شاء الله مع بعض النهاردة هتكون خاصة بكيفية الربط بين جدولين أو أكثر باستخدام أوامر الـ SQL. ننتقل مع بعض دلوقتي لأول حاجة معانا وهي الشروط أو كيفية عمل شروط في لغة الـ SQL. بيقول لي الشرط هو احد اجزاء الامر سيلكت، واحنا طبعا اتكلمنا عن الامر سيلكت في المحاضرة السابقة بشكل مفصل. نستخدم الشرط عندما نريد استرجاع قيم معينة ومحددة من اي حقل وليس جميع القيم الموجودة في الحقل وفق المعايير التي نحددها في الشرط. يعني بناء على الشرط اللي انا بحدده ببتدي ان انا يعمل لي استرجاع لقيم معينة لبعض الحقول وليس جميع قيم الحقول. الصيغة العامة للشرط في لغة الـ SQL بستخدم الأمر select، بعد كده بكتب اسم الحقل، بعد كده بكتب from، بعدها بكتب اسم الجدول، بعدين بكتب where، وبعدها بكتب الشرط، وبنهي عندي سطر فاصلة منقوطة. ده معناه بيقول لي حدد لي البيانات الخاصة بالحقل المحدد من الجدول اللي أنا حددت اسمه بناء على الشرط بقى ما بعد ايه؟ ما بعد هوير. جملة الهوير بيقول لي بتشبه في الـ SQL تشبه الجملة الشرطية F في لغات البرمجة أو في لغات البرمجة المختلفة، أي أن جملة الهوير بيتم من خلالها اختبار عمليات المقارنة المختلفة. أشهر عمليات المقارنة، أول حاجة عندي عملية اليساوي، تاني حاجة عملية اللا يساوي تاخد أحد الرمزين، تالت حاجة عندي عملية الأكبر من، رابع حاجة عملية الأصغر من، خامس حاجة عملية الأكبر من أو يساوي، سادس حاجة عملية الأصغر من أو يساوي، سابع حاجة اللي هي between and، ببحث عن اللي هو البيانات الموجودة داخل الحقل المحصور ما بين قيمتين أنا بحددهم باستخدام الأمر between and. الأمر الأخير عندي أو العملية الأخيرة عندي هي عملية اللايك، ودي بتكون خاصة بعمليات البحث لو أنا ببحث عن جزء من بيان معين، وده هنشوف كل العمليات دي مع بعض بعد شوية من خلال الأمثلة. وأول مثال هنشوفه مع بعض هو إذا أردنا استخراج بيانات كل العملاء المسجلين في جدول الكلاينت. طبعا جدول الكلاينت اللي احنا أنشأناه في المحاضرة السابقة باستخدام الأمر اللي هو create table، اللي كان بيتكون عندي الجدول ده من 4 حقول، حقل ID وحقل name وحقل phone وحقل الأدرس. يقول لي بعد كده استخرج بيانات كل العملاء المسجلين في جدول الكلاينت بشرط أن يكونوا من العنوان منصور، يعني عاوز كل البيانات العملاء اللي هم ساكنين فين في مدينة المنصورة. في الحالة دي هنكتب الأمر في الشكل اللي قدامي، هقول له select أنا عاوز بيانات كل العملاء، ففي الحالة دي أنا مش عاوز حقل معين، أنا عاوز بيانات كل الحقول. ففي الحالة دي بعد select هستخدم الرمز star اللي بيدللي على كل الحقول، from بعد كده اسم الجدول عندي اللي هو client، وبكتب جملة الشرط where، بعدها بكتب الشرط بتاع اللي هو عبارة عن ايه، اللي هو عاوز العنوان يكون المنصورة، فأقول له الحقل اللي هو أدرس بيكون قيمته تساوي المنصورة، وبني عند السطر فاصلة منقوطة. ففي الحالة دي هيروح لي الجدول كلاينت ويدور لي في السجلات عندي ويشوف لي السجلات اللي الحقل الأدرس فيها، الأدرس فيها عبارة عن المنصورة، ويعمل لي عملية تحديد، وده هو اللي هيظهر لي فيه ناتج التنفيذ. المثال الثاني بيقول لي إذا أردنا استخراج بيانات كل العملاء المسجلين في جدول الكلاينت بشرط ألا يكونوا من العنوان منصورة. في الحالة دي هتكون شكل الأمر عندي select star،
بعد كده from اسم الجدول عندي اللي هو الكلاينت، where الشرط عندي هيكون عبارة عن ايه؟ ألا يكون من العنوان منصورة، يعني ان الحقل الادرس الخاص بالعنوان قيمته لا تساوي، بتكون بالشكل ده، او بنستخدم الرمز التاني اللي هو عبارة عن ايه؟ علامة تعجب يساوي، لا تساوي ايه؟ لا تساوي القيمة منصورة. ففي الحالة دي هيروح لي على جدول الكلاينت ويعمل لي تحديد لجميع السجلات بشرط ان يكون قيمة الحقل ادرس فيها لا يساوي المنصورة. فهيكون عندي دلوقتي الناتج هيكون عبارة عن، هيظل جميع سجلات العملاء غير ساكني مدينة المنصورة. ده دلوقتي شفنا عملية اليساوي وعملية اللا يساوي. دلوقتي هننتقل للعملية الخاصة ب between and. في الحالة دي تستخدم في الشرط لتحديد مدى معين من البيانات محصور بين قيمتين، يعني بحدد مدى معين محصور ما بين قيمتين، والقيم ممكن أن تكون نصوص أو أرقام أو تواريخ. الصيغة العامة للأمر between and، بستخدم الأمر select، بعد كده بكتب اسم الحقل، بعد كده بكتب الأمر، بكتب from اسم الجدول، where بكتب الشرط عندي. الشرط عندي يعتمد على العملية between، فبحدد هنا اسم الحقل where، حيث اسم الحقل between بين محصور ما بين القيمة الأولى and القيمة الثانية. مثال عندي عشان يوضح لي between and، وهيكون عندي خاص بالقيم الرقمية، يقول لي إذا أردنا استخراج البيانات الخاصة بالعملاء الذين لهم الرقم ID محصور ما بين القيمة 7 والقيمة 12. فدلوقتي عاوز جميع بيانات العملاء اللي الID بتاعهم محصور ما بين 7 وال 12. ففي الحالة دي هيكون الأمر بالشكل التالي، هستخدم الأمر select، يعني حدد لي، بعد كده اسم الحقل الID، حدد لي الID from ايه؟ الجدول عندي client، من الجدول client حيث الشرط عبارة عن ايه؟ ان الحقل ID between 7 and 12، يعني محصور ما بين القيمة 7 والقيمة 12. ففي الحالة دي هيروح لي على جدول الكلاينت وهيمر لي على جميع السجلات ويختبر لي الحقل الخاص بالاي دي، تمام؟ هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون ويشوف لي هل هو محصور ما بين القيمة 7 والقيمة 12. في الحالة ده هيعرض لي ايه؟ السجلات الخاصة بيه، يعني يكون الناتج عبارة عن ايه؟ جميع السجلات اللي الاي دي فيها محصور ما بين القيمة 7 والقيمة 12. مثال تاني على الامر between and، بس في الحالة دي هيكون القيم عندي قيم نصية. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا select، حدد لي النيم، الحقل نيم الخاص بالاسم العميل، from جدول الكلاينت، where الشرط عبارة عن ايه؟ ان الحقل نيم between قيمته محصورة ما بين القيمة الأولى اللي هي أحمد and القيمة الثانية اللي هي سام. فيروح لي على جدول الكلاينت ويحدد لي الحقل نيم، ويكون الناتج عندي الحقل نيم، بس بشرط إن يكون الحقل نيم محصور ما بين أحمد وسامي. فبيقول لي عندي هنا في الأمر between and، لما يكون قيمة الحقول نصية بيكون الراجع عندي أو الناتج عندي القيم التي القيم المحصورة ما بين القيمة الأولى والقيمة الثانية، بس بيكون الناتج مرتب ترتيبا أبجديا وليس كما هي مرتبة أو مخزنة في الجدول، يعني الناتج بتاعها بيجيب لي الأسماء المحصورة ما بين القيمة أحمد والقيمة سامي، لكن مرتبة أبجديا من A to Z وليس كما وردت أو ليس كما هي موجودة في الجدول عندي. هننتقل بعد كده للأمر لايك، وهو عم أحدى العمليات المستخدمة مع جملة الشرط وير. بيقول لي تستخدم في الشرط للبحث عن جميع البيانات التي تشترك في معيار معين نحدده بواسطة هذا الأمر، يعني ببحث عن بيانات معينة أو جزء من بيان معين وليس البيان كامل، لأن أنا في حالة لو أنا عارف البيان كامل فهستخدم عملية يساوي، لكن لايك بستخدمها في البحث بناء على كيز معينة أو مفاتيح معينة أو حروف معينة موجودة داخل الكلمة، لأن أنا مش عارف الكلمة نفسها عبارة عن إيه، فببتدي إن أنا أشوف إيه أهم الحروف الموجودة في الكلمة دي وأبحث بناء عليها أو بناء عنها. الصيغة العامة للأمر ده بستخدم الأمر select، بعد كده اسم الجدول، بعد كده اسم الحقل معذرة، from اسم الجدول،
وير الشرط عبارة عن ايه، بحدد اسم الحقل like، بعدها بحدد المعيار عندي. بيقول لي لاحظ ان الامر like يستخدم زي ما قلنا للبحث عن جزء من البيان ان لم نكن نعرف البيان كاملا، وده معناه ان احنا بنستخدم بعض الرموز داخل الامر لايك. من اشهر هذه الرموز او العلامات، اول حاجه هنشوفها مع بعض دلوقتي هي علامه النسبه المئويه اللي هي في المئه بالشكل ده. تستخدم في ايه؟ بيقول لي بتستخدم في مكان الخانات التي لا نعرفها اي المفقوده في المعيار او في الشرط عندي. بيقول لي مثال على ده، لو انا عاوز ابحث عن العملاء الذين يكون عنوانهم يبدا بالام اي ولا نعرف بقية حروف كلمة العنوان، ففي الحالة ده الكود هيكون عبارة عن ايه عندي؟ بقول له الامر select، بعد كده اسم الحقل عندي انا عاوز ايه العنوان، الحقل عندي اسمه الادرس، from اسم الجدول هو جدول العملاء اللي هو الكلاينت، هوير الشرط عندي عبارة عن ايه؟ الشرط عندي انه الادرس الحقل ادرس لايك هيكون ايه يشبه ايه، هتبقى لايك بيجي بعدها المعيار عندي، المعيار عندي إيه ان هو قيمة الأدرس تبتدي بالـ MA، بعد كده عملت علامة في المية معناها إن هو أنا مش عارف باقي الحروف عندي. ففي الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ هيروح لي على جدول الكلاينت على حقل الأدرس وهيدور لي على جميع القيم أو العناوين اللي بتبتدي بالـ MA وهيظهرها لي، وهيكون ده الناتج بالنسبة لي. هنلاقي الناتج عندي عبارة عن إيه؟ إن حقل الأدرس جميع القيم الخاصة بيه بتبتدي بالايه الحرف ام اي. تاني رمز او تاني علامة من العلامات اللي بنستخدمها مع جملة او امر لايك هي علامة المسافة او علامة معذرة الشرطة، دي بتستخدم لتحلي برضو محل الخانات المفقودة، لان احنا زي ما عرفنا ان جملة اللايك او امر اللايك بيستخدم في الشرط للبحث عن جزء من البيان، فاحنا دلوقتي عاوزين نعوض عن الجزء المفقود فبنعوض عنه بمجموعة من الرموز او العلامات الخاصة. شفنا من شوية علامة في المية، هنشوف دلوقتي علامة الشرط او الناقص. مثال عندي على علامة الشرط أو الناقص مع جملة اللايك، بيقول لي لو أنا عاوز أبحث عن العملاء الذين ولدوا في الثمانينات، فبنكتب الأمر بالشكل التالي، بستخدم الأمر select، بعد كده اسم الحقل عندي اللي هو البي ديت اللي هو البيرث داي خاص بتاريخ الميلاد، بعد كده عندي from اسم الجدول عندي، ده هنفترض وليكن جدول افتراضي اللي هو خاص بالموظفين اسم امبلويه، هوير الشرط عندي عبارة عن ايه؟ ان الحقل اللي هو البي ديت يكون ايه؟ يكون لايك، بستخدم لايك عشان اعمل هبحث او اعمل عملية بحث. هنا زي ما احنا شايفين بيقول لي احنا دلوقتي عندي البي ديت ده اللي هو البيرث داي، تمام؟ البيرث داي او حقل التاريخ من النوع ديت بيكون معروف ان نوع البيانات الخاصة بيه او بيحجز بيان او نوع هذا البيان بيحجز خانات اللي هي عبارة عن 10 خانات. ففي الحالة دي واحنا طبعا عارفين ان تاريخ او التاريخ الميلاد بيبدأ من الشمال لليمين، ومن الشمال بتدي عندي يظهر السنوات، تمام؟ والسنوات عندي بتبتدي مثلا 1000 كذا يعني الالاف، فاحنا دلوقتي مش عارفين خانة الالاف ايه، ومش عارفين خانة المئات، بس عارفين خانة العشرات اللي هي الثمانينات، فبنحط القيمة 8. فبالشكل ده كتبنا بعد لايك عملنا سيبنا مسافتين فاضيين، اول مسافة خاصة بالالاف، تاني شرطة اول شرطة خاصة بالالاف، تاني شرطة خاصة بالمئات، وتالت شرطة حطنا فيها القيمة 8 لانها خاصة بالعشرات وده اللي احنا نعرفها اللي هي الثمانينات. بعد كده باقي الشرط سيبناها فاضية بما يعادل 10 خانات. ففي الحالة دي هيروح يعمل ايه؟ هيروح على جدول الامبلويه وهيروح على اللي هو الحقل البي ديت، وهيدور لي على جميع او يبحث لي على جميع القيم التي يحتوي فيها خانة العشرات على القيمة 8. في الحالة دي هيطبع لي او هيكون الناتج عندي انه جميع السجلات التي يكون فيها قيمة البي ديت العشرات عندي 8. بعد كده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نربط اكتر من شرط داخل جملة وير، وده هيكون باستخدام المعاملات او الروابط المنطقية الاند او
الاور، دي بتستخدم للربط بين اكتر من شرط. اول حاجة هنشوفها مع بعض، اول رابط هنشوفه هو الرابط اند للربط بين الشروط المختلفة. بيقول لي النتيجة الخاصة بهذا الرابط تكون عبارة عن جميع السجلات التي تحققت فيها جميع الشروط، أي أن الشروط التي وضعناها بين AND لابد أن تتحقق جميعا، أي يكون الناتج بتاعها true. مثال عندي بيقول لي إذا أردنا استخراج البيانات الخاصة بالعملاء الذين أسماءهم محي أو و سوري يكون العنوان الخاص بهم منصور، هيكون الصيغة عندي الأمر بالشكل التالي، هستخدم الأمر select، بعد كده هو بيقول لي استخراج البيانات الخاصة يعني كل البيانات الحقول، فهستخدم علامة الستار، بعد كده from اسم الجدول اللي هو جدول العملاء اللي هو client. هوير الشرط عندي عبارة عن ايه؟ عندي شرطين، الشرط الأول إن الاسم حقل الاسم يكون محي، فأقول له اسم الحقل name بيساوي القيمة محي، and الشرط التاني عبارة عن ايه؟ إن العنوان يكون المنصورة، فدلوقتي قيمة الحقل address تساوي المنصورة. ففي الحالة دي هيروح يعمل ايه؟ هيروح لي على جدول الكلاينت وهيمر لي على جميع السجلات الموجودة في هذا الجدول، وهيروح لي على حقل النيم لو لقى محي ولقى حقل الادريس بيساوي المنصورة، في الحالة ده هيطبع لي البيانات الخاصة بهذا السجل. اما لو مر على سجل من السجلات ولقى الاسم بيساوي محي والادريس قيمته غير المنصورة، ففي الحالة دي مش هيطبع البيانات الخاصة بهذا السجل. ليه؟ لأن الأمر أو معامل الربط اللي هو AND لابد أن يتحقق كلا الشروط الخاصة به، يعني لابد أن يتحقق الشرط الأول أن يكون الاسم محي، ولابد أن يتحقق الشرط الثاني اللي هو الايه المنصورة، فيعرض لي جميع السجلات الخاصة بالعملاء الساكني المنصورة واللي اسمهم محي. أما الأمر OR فهو عكس الأمر AND، الأمر OR بيقول لي أي من الشرطين يتحقق عندي اطبعهولي، ده معناه زي المثال اللي هنشوفه دلوقتي، إذا أردنا استخراج البيانات الخاصة بالعملاء الذين أسماءهم محي أو يكون العنوان الخاص بهم المنصور، يعني هيظهر لي جميع السجلات الخاصة بالعملاء اللي اسمهم محي وجميع الأسماء الخاصة بالعملاء اللي ساكني مدينة المنصورة. فالأمر هيكون عندي بالشكل التالي، هكتب select، بعد كده أنا عاوز جميع البيانات الخاصة بالحقول، فالحقول عندي هنا هستخدم الأمر أو علامة الستار، from الجدول عندي اسمه client. هو الشرط عندي عبارة عن إيه؟ أن الحقل name تبقى قيمة محي، وهربط هنا بال بالمعامل رابط OR، والشرط التاني هيكون عبارة عن الأدريس اللي هو العنوان تبقى قيمته المنصورة. فهيروح دلوقتي يمر لي على جميع السجلات الموجودة في جدول الكلاينت ويشوف لي أي من الشروط اتحقق عندي في السجل، فبيطبع لي البيانات الخاصة بهذا السجل. بيقول لي إن يمكن جعل الشرط يحتوي على كل من AND و OR، يعني ممكن الشرط عندي يحتوي على AND و OR ما يحتويش، بدل ما إنه يحتوي على AND بس أو OR بس، وده بيكون بالشكل التالي. بيقول لي عندي مثال هستخدم فيه الأمر select، بعد كده star يعني حدد لي جميع الحقول، from اسم الجدول client حدد لي جميع الحقول من الجدول client where الشرط عبارة عن ايه. دلوقتي عندي هو عندي شرطين ربطت منهم باستخدام الاند، الاند اللي باللون اللي هو الأزرق ده. الشرط الأول اللي هو قبلها عبارة عن ايه؟ انه قيمة الحقل name بتساوي محي or قيمة الحقل address تساوي المنصور، تمام؟ يعني دلوقتي بعد كده الشرط الثاني في AND انه يكون رقم التليفون محصور ما بين between القيمة الأولى اللي هو الرقم 2 3 3 5 6 8 والقيمة اللي هو 4 5 8 9 8 7 2. فدلوقتي هيعمل لي ايه؟ هيعرض لي السجلات الخاصة بمين؟ الخاصة بالعملاء اللي اسمهم محي أو أدرس، اللي اسمه محي او وساكني مدينة المنصورة، تمام؟ ويكون ان رقم التليفون الخاص بهم محصور ما بين القيمة او الرقم 2 3 3 5 6 8 والقيمة 4 8 4 5 8 9 8 7 2. قولي كمان ممكن استخدم جملة وير في ان انا استخرج بيانات
البيانات دي مرتبة بشكل تصاعدي أو تنازلي، وده إحدى استخدامات جملة وير. وبيقولي في الحالة دي بستخدم الأمر المسؤول عن الترتيب، وهو الأمر اسمه order by، ويستخدم هذا الأمر أو يكون له لهذا الأمر عاملين. العامل الأول اللي هو descend، وده لاستخراج البيانات تنازلي. الأمر الثاني اللي هو ascend لاستخراج البيانات تصاعدي. مثال عندي بيقول لي الحصول على، لو أنا عاوز أحصل على البيانات مرتبة تنازليا حسب الحقل ID الذي يحتوي على أرقام العملاء. يعني عاوز أستخرج جميع البيانات الخاصة بالعملاء بس تكون مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الحقل ID. فالأمر عندي هيكون بالشكل التالي، هستخدم الأمر select، يعني حدد لي إيه ستار جميع الحقول from من الجدول اللي هو اسمه client، order by يعني مرتبة، ID descend يعني مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الحقل ID، فيطبع لي جميع البيانات الخاصة بالعملاء داخل جدول الكلاينت مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الحقل ID. المثال الثاني بيقول لي الحصول على البيانات، لو أنا عاوز أحصل على بيانات جميع العملاء مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب الحقل ID، فشكل الأمر هيكون بالشكل التالي اللي هو select حدد لي star جميع الحقول from من الجدول اللي اسمه client، order by ID ascend يعني مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب الحقل ID، فأعرض لي جميع البيانات الخاصة ب اللي هو العملاء من الجدول client مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب الحقل ID. وبكده نكون انتهينا من أول جزء هنتناوله النهاردة مع بعض، وهو خاص بكيفية إنشاء الجمل الشرطية داخل لغة الـ SQL. دلوقتي هننتقل للجزء الثاني في محاضرة اليوم، وهو خاص بالدوال الجاهزة في لغة الـ SQL. يقول الصيغة العامة عشان أكتب أي دالة من أو أستخدم أي دالة من الدوال الجاهزة داخل لغة الـ SQL، بستخدم الأمر select، بعد كده بكتب اسم الفانكشن اسم الدالة، ما بين قوسين بحدد الحقل اللي أنا عاوز أو معامل الدالة اللي هو الحقل اللي أنا أتعامل معاه from، بعد كده بكتب اسم الجدول where، بعد كده بكتب بعدها الحق الشرط بتاعي وبنهي عندي بفاصلة منقوطة. واللي أشهر الدوال الجاهزة في لغة الـ SQL هي الـ average، ده خاصة بحساب المتوسط، الـ sum خاصة بحساب المجموع، الـ max خاصة بحساب أكبر قيمة، الميني خاصة بحساب أقل قيمة، وأخيرا الكاونت خاصة بحساب عدد السجلات. ننتقل مع بعض لأول دالة عندنا، وهي دالة الـ AVG لاختصار الـ Average، واللي تستخدم لحساب متوسط قيم الحقل المحدد لها اللي هو معاملها يعني، وإذا صادفت حقول فارغة فإنها تتجاهلها. يعني لو لقت حقل فاضي مفيش فيه بيانات ففي الحالة دي بتعديه وبتروح للحقل اللي بعده. مثال عندي بيقول لي select اسم الدالة average المعامل بتاعها اللي هو الـ ID الحقل ID from الجدول عندي client where الشرط عندي ان يكون الحقل ID اقل من 20. فده معناه هيكون ايه؟ معناه بيقول لي هتروح لي على جدول الـ client واحسب لي متوسط اللي هو الحقل ID بحيث ان يكون الشرط عند او بشرط ان يكون الاي دي عندي اقل من 20. فهيروح يعمل ايه؟ فهيروح يمر لي على جميع السجلات في جدول الكلاينت ويشوف حقل الاي دي. لو حقل الاي دي اقل من 20 فايه اللي هيحصل؟ هياخد القيم الخاصة بيه ويجمعها ويقسمها على العدد هذه القيم، وبكده هيكون عندي ناتج الدالة افريج. تمام؟ ننتقل للدالة الثانية وهي دالة الصم، وتستخدم هذه الدالة لحساب مجموع قيم الحقل المحدد لها اللي هو الحقل أو المعامل الخاص بها، وإذا صادفت حقول فارغة فإنها تتجاهلها زي دالة الأفريج بالضبط. يقول لي مثال select الدالة عندي صم المعامل الخاص بها اللي هو الحقل ID from الجدول client، ده معناه انه هيروح على جدول الكلاينت وهيمرلي على جميع السجلات الخاصة بهذا الجدول. اللي هيحصل هيعمل ايه؟ هيمرلي على جميع السجلات الخاصة بهذا الجدول ويجمع القيم الخاصة بـ قيم الحقل ID.
فيكون الناتج عندي عبارة عن ايه؟ عن اللي هو المجموع. بعد كده الدالة ماكس بيقول لي الدالة دي تستخدم لحساب أكبر قيمة للحقل المحدد لها أو المحدد لها، وإذا صادفت حقول فارغة فإنها تتجاهلها. مثال عندي select الدالة ماكس المعامل بتاعها الـ ID from الحقل أو الجدول عندي اللي هو الكلاينت، هيروح عندي الجدول الكلاينت وهيمر لي على جميع السجلات الموجودة في هذا الجدول، ويروح على الحقل اللي هو الـ ID ويحسب لي أكبر قيمة، يعني أكبر رقم للعميل وهيذبحهولي أو هيكون هو الناتج بالنسبة لي. أما الدالة ماكس فهي دالة ميني، هي عكس الدالة ماكس، والدالة ميني وظيفتها بتستخدم لحساب أصغر قيمة للحقل المحدد لها، وإذا صادفت حقول فارغة فإنها تتجاهلها. هنا دلوقتي المثال بيقول لي select دالة الميني المعامل الخاص بيها اللي هو الـ ID from الجدول عندي اللي هو الكلاينت، فهيروح عندي الجدول الكلاينت وهيمر لي على جميع السجلات الخاصة بهذا الجدول، وهيروح على حقل الـ ID وهيجيب وهيطبع لي أو هيكون الناتج عندي هو أقل قيمة للحقل الـ ID. آخر دالة عندي وهي دالة الكاونت، والدالة دي قلنا المسؤولة عن أو بترجع لي عدد السجلات. بيقول لي بيكون لها تلات أشكال. أول شكل عندي بيكون بالصيغة التالية count وبين قوسين بكتب الحقل اللي أنا هتعامل معاه. في الشكل ده بيقول لي تستخدم لحساب عدد السجلات الموجودة في الجدول بناء على الحقل المحدد لها، وإذا صادفت سجلات فارغة فإنها تتجاهلها. مثال عندي بيقول لي select count اللي هي الدالة count للحقل ID from الكلاينت، ففي الحالة دي هيروح عند الجدول الكلاينت ويمر لي على جميع السجلات الخاصة بهذا الجدول ويحسب لي عدد السجلات بناء على الحقل ID. تاني شكل من أشكال دالة الكاونت بيقول لي الشكل بتاعها كاونت وبين قوسين بكتب distance field. احنا زي ما شفنا او لو حضراتكم فاكرين المحاضرة السابقة استخدمنا الخاصية او الامر distance لوظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيطبع لي البيانات الغير مكررة. ده خاصية من خصائص اللي بنحددها عند انشاء البيانات الخاصة بحقل معين لو حضراتكم متذكرين. فهنا وظيفتها هنا في دالة الكاون هي برضو وظيفتها ان هي خاصة بالبيانات الغير مكررة، فهي هتحسب لي او الدالة كاونت في الحالة دي هترجع لي عدد الحقول اللي البيانات بتاعتها غير مكررة بناء على اسم الحقل اللي انا هحدده، واللي تستخدم لحساب عدد السجلات الموجودة في الجدول بناء على الحقل المحدد لها بشرط ان تكون بيانات هذا الحقل غير متكررة أو غير مكررة، وإذا صادفت سجلات كان فيها هذا الحقل فارغا فإنها تتجاهلها، وأيضا إذا صادفت سجلات تكون فيها هذا الحقل قيمته مكررة بتتجاهل هذا السجل وتنتقل للسجل التالي. مثال عندي بيقول لي select الدالة عندي count واستخدم الخاصية distance بعد كده اسم الحقل عندي اللي هو name from الجدول عندي client، هيروح دلوقتي عندي الجدول client وهيمر لي على جميع السجلات الخاصة بهذا الجدول، وهيروح عندي اللي هو الحقل نيم، وبناء على قيمة هذا الحقل هل هي مكررة أو لا هيرجع لي عدد الايه عدد السجلات، هيرجع لي عدد السجلات اللي هو عبارة عن ايه عدد السجلات للحقول التي لا يتكرر فيها قيمة الخاصية أو قيمة الحقل نيم. ثالث شكل من دالة الكاونت بالشكل قدامي اللي هي الكاونت وبين قوسين علامة الستار، فدي وظيفتها تستخدم لحساب عدد السجلات الموجودة في الجدول، عدد السجلات ككل. مثال عندي بيقول لي select دالة كاونت معذرتها هو المفروض هنا كاونت وهنا ستار مكان distance name from الكلاينت، فده معناه ان هو هنا هيروح يمر لي على جميع السجلات الخاصة
جميع السجلات الخاصة بالجدول الكلاينت، وهيشوف لي عددها كام، وهيكون ده الراجع من الأمر بتاعي. فهو معذرة هنا بدل distance name المفروض ان احط علامة ستار. وبكده نكون انتهينا من الجزء الثاني في هذه المحاضرة، واللي كان خاص بالدوال الجاهزة في لغة ال SQL. هنتقل دلوقتي لآخر جزء معانا في هذه المحاضرة، وهو خاص بكيفية الربط بين الجداول المختلفة في لغة ال SQL. عندي طريقتين للربط بين الجداول في لغة ال SQL. أول طريقة، وبقول لي هي الطريقة الاعتيادية في الربط. الصيغة العامة لهذه الطريقة بستخدم الأمر select، بعد كده بستخدم أو بكتب table واحد dot any field. يقول لي table واحد ده اللي هو عبارة عن ايه؟ الجدول الأول المطلوب ربطه. dot any field، dot any field ده اللي هو اسم الحقل المطلوب ربطه من الجدول الأول. تمام، يعني table one dot any field معناها اللي هو اسم الحقل، أو بحدد اسم الحقل المطلوب ربطه من الجدول الأول. بعد كده كوما، بعمل ايه؟ بكتب اسم الحقل المطلوب ربطه من الجدول الثاني، اللي هو اقول له صيغة table 2 dot any field. table 2 اسم الجدول الثاني، dot any field اللي هو ايه؟ اسم الحقل المطلوب ربطه من الجدول الثاني. بعد كده from، بعد from بحدد الجداول اللي هنتعامل معاها، اللي هو table 1 اللي هو الحقل الأول كوما تيبل 2 اللي هو الحقل، معذرة، تيبل 1 اللي هو الجدول الأول كوما تيبل 2 اللي هو الجدول التاني. وير الشرط عندي بعدها هيكون عبارة عن ايه؟ بيقول لي الشرط عن تيبل 1 دوت كي فيلد، يعني الحقل المفتاحي في الجدول الأول بيساوي تيبل 2 اللي هو الحقل التاني دوت فور دوت فورين كي فيلد، اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي اللي هو الحقل الثانوي او حقل المفتاح الثانوي في الجدول الثاني. لو حضراتكم متذكرين ايه الفرق بين البرايمري كي او الكي فيلد والفورين كي، خدنا المحاضره في المحاضرات السابقه لما اجي اعمل علاقات ما بين الجداول بيكون الربط ما بين الجداول من خلال البرايمري كي. البرايمري كي او الحقل المفتاح الاساسي في الجدول الاساسي لازم يكون موجود منه نسخة في الجدول التابع، وتكون النسخة الموجودة في الجدول التابع عندي هي الفورين كي. تمام. أما الطريقة التانية في الربط هي الربط من خلال الأمر جوين. والربط من خلال الأمر جوين بياخد ثلاث أشكال. الشكل الأول inner join، وهذا النوع من الربط يعطي النتائج التي يتحقق فيها الشرط من الجدولين، يعني لازم الشرط يكون متوفر في الجدولين. الصيغة العامة لهذا الأمر بتكون بالشكل التالي، بستخدم الأمر select، بعد كده الحقل الأول field 1 كما الفيلد 2 الحقل الثاني كما الفيلد 3 اللي هو الحقل الثالث. ودي أسماء، هنا بحدد أسماء الحقول المطلوب الربط بينها، وهي الحقول اللي هتظهر في النتائج أو عند عرض النتائج. from بحدد دلوقتي from، بعد from حدد بعد from اللي هو الفيرست تيبل اللي هو الحقل او الجدول الاول. inner join اللي هو هيتم ربطه بمين؟ بالسكند تيبل اللي هو الجدول الثاني. on حيث ايه بقى؟ حيث عندي انه، او الشرط بقى هيكون عباره عن ايه؟ ان الفيرست تيبل الجدول الاول دوت الكي فيلد اللي هو حقل المفتاح الاساسي البرايمري كي بيساوي، يعني حقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول شرط عندي إن هو يساوي السكند تيبل والجدول الثاني دوت فورين كي فيلد اللي هو عندي يكون إن الحقل المفتاح الثانوي أو المفتاح الأجنبي في الحقل أو في الجدول الإيه؟ الجدول الثاني. تمام؟ يعني دلوقتي بحدد عندي بعد سيلكت بحدد الحقول اللي أنا عاوز أظهرها، بعد فروم بحدد الجدول الأول، بعد كده inner join اللي هو يتم ربطه بالجدول الثاني، بعد on بكتب الشرط عندي انه حقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول هيكون بيساوي حقل المفتاح الثانوي في الجدول الثاني. في الحالة دي بيظهر لي هنا النتائج التي يتحقق فيها الشرط من الجدولين. الشكل الثاني عبارة عن ايه؟ اللي هو left join، والنوع ده من الربط بيعطي جميع السجلات من الجدول الأول اللي هو الجدول اللي بيكون على يسار كلمة اللي هو الانر جوين في كتابة الأوامر.
سواء المرتبطة بقيم في الجدول الثاني أم لا. يعني ده بخلاف، ده بيختلف عن الشكل الأول اللي هو الانر جوين. وفي الليفت جوين ده معناه إنه في النتائج عندي بيظهر لي جميع سجلات الجدول الأول بغض النظر هل هي مرتبطة مع الجدول الثاني ولا لا. الصيغة عندي بتكون عبارة عن إيه؟ بستخدم الأمر select، بعد كده بحدد الحقول اللي أنا عاوز أظهرها اللي هي الفيلد 1 كوما الفيلد 2 كوما الفيلد 3 وهكذا. from بعد كده بحدد بعد from الفيرست تيبل والجدول الأول، ليفت جوين الجدول الثاني، تمام. on الشرط بكتبه هيبقى عبارة عن إيه؟ إن الفيرست تيبل دوت الكي فيلد الحقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول بيساوي السكند تيبل دوت فورين كي فيلد بيساوي إيه؟ حقل المفتاح السنوي من الجدول الثاني. الشكل الثالث والأخير عندي في اللي هو أشكال الربط باستخدام الأمر جوين اللي هو الرايت جوين. هذا النوع من الربط عكس الليفت جوين، هو بيكون في هذا النوع بالنتائج عندي بيظهر لي جميع السجلات الموجودة في الجدول الثاني اللي هو بيكون على يمين كلمة right join في كتابة الأمر، سواء كانت هذه السجلات مرتبطة بقيم مع الجدول الأول أو لا. يعني ده معناه أن جميع سجلات الجدول الثاني بتظهر في النتائج. الصيغة عندي بتكون عبارة عن إيه في هذا الشكل؟ بيقول لي بستخدم الأمر select، بعد كده زي ما احنا شفنا بحدد أسماء الحقول اللي أنا عاوز أظهرها، الحقل الأول كوما الحقل الثاني كوما الحقل الثالث وهكذا. بعد كده بستخدم from، بعد from بكتب الحقل الأول في عملية الربط right join بالحقل معذرة الجدول الأول هو first table right join second table هو الجدول الثاني. on الشرط هيكون عبارة عن إيه؟ إن الـ first table dot key field اللي هو حقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول بيساوي الـ second table dot foreign key field بيساوي حقل المفتاح السنوي في الجدول الثاني. وبكده نقدر إن إحنا كمان نربط مش بس بين جدولين، لأ ممكن نربط بين أكتر من جدولين، يعني ممكن 3 جداول أو 4 جداول بنفس الطرق اللي إحنا اتكلمنا عنها. وكان نكون انتهينا من محاضرة اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله أشوفكم على خير، ونستكمل آخر جزء معانا في لغة الـ SQL. ولكم خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.